مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا رجعت لكم وصفة جديدة، واليوم حسوي لكم طريقة عمل الراشي او الطحينة بمادتين فقط، وطريقتهم كل سهلة وبسيطة، ويا ريتهم ربات البيوت تجربوها، لان الراشي عندنا عدة استخدامات، الى يعني ناكله مع الدبس او عندكم بالتتبيلات او مع المقبلات، يعني بهواي امور نستخدمه. فانصحكم انه يعني سووه داخل بيتكم، مو دشفون هي مواد كلش بسيطة وسهلة وطريقتها ناجحة 100%. هسه انا هنا عندي 3 اكواب سمسم، هذا النوعية 3 اكواب سمسم، وعندي هنا 3/4 كوب زيت، اي نوع زيت نباتي 3/4 كوب فقط، يعني كل كوب انا استخدم 1/4 كوب زيت. هسه انا اول طريقة حسويها حشغل على الطباخ بس اسهل السمسم، ما اريده ياخذ لون كلش، هو بس شويه اسمن يتغير لونه واطفيه. هسه انا حشغله وعلى النار لازم يكون هادئ، لان مثل ما تعرفون السمسم بسرعه ياخذ لونه، وافضل اقلب بيه لحد ما يتغير لونه. هسه هاي اول طريقه له. هسه انتظروني بعد ما اكمله اراويكم لونه واوريكم الطريقه الثانيه. هسه هنا انا اريد يصير بهذا اللون، ما اريد كلش لونه يصير طوخ. هسه حخليه محضرة الطعام على الخطوة الثانية. هسه هنا خلينا محضرة الطعام حنشغل عليه. هسه هنا عندنا كمل، صار عندنا بهذا الشكل تشوفوا. هسه اراويكم الطريقه اللخ اللي بعدها، ولازم يكون السمسم هو حار افضل حتى ينهرس احسن. هسه اراويكم الطريقه اللخ، انتظروني. هسه الخطوه اللخ حنخلي الزيت 3/4 كوب اللي قلت لكم عليه خليه بالخلاط، طبعا ما يتوفر عندكم المهراسه او محضرة الطعام، تقدرون تسووه بالخلاط. هسه ايش حسوي؟ حخلي ما حخلي الكميه كلها، حخلي شوي شويه من الكميه، وحاولوا طبعا كل ما يكون الزيت قليل يكون افضل، يتطعم اكثر، لان من يكون الزيت هوايه حتى طعم بالراشي ما حيكون. هسه هنا حخلي شغله هسه اخلي باقي الكمية، ما اخليها كلها مرة واحدة. خلي باقي الكمية. هسه هنا خليت القسم الثاني، انا قلت لكم سويتها قسمية حتى عندي ينهرس احسن السمسم، وقلت لكم كل ما يكون حار يكون افضل،
وهسه هالشغله طبعا اقل شيء راد لفد ربع ساعه. ومثل ما قلت لكم حاولوا انه الزيت يكون كميته قليله، لان كل ما يكون كميته هوايه كل ما تحسون انه طعم الزيت بارز اكثر، ما تحسون طعم راشي بيه نهائيا. هسه خليكم ويانا للنهايه. هسه هنا بعد ربع ساعة عدنا كمل، هسه راوكم شكله. انا طبعا دائما عندي هاي علب الراشي اغسلها وانظفها وانشفها واضمها استعمل اخلي بيها الراشي دائما، او هنا عندي شيش. فهسه حضركم اياها بشيش حضروكم شكله نهائي، وان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. طبعا شفتوه كل سهل وبسيط وانطى هم نتيجة روعة. وقلت لكم هو استخداماته هم كلش هواية، يعني تستخدموه مع الدبس، حتى مع التمر، مع التتبيلات، مع المقبلات، مع هواية امور تستخدموه. فانصحكم تسوون طريقته، وهذا لونه وهذا شكله النهائي. طبعا كلش روعة طلع. وقلت لكم انه كمية الزيت حاولوا تحطون هواية، كل ما تخلون زيت هواية كل ما ينطي طعم للراشي، يعطي طعم الزيت اكثر. على هذه الكمية سووه وجربوها وانطونا رأيكم بها. كتبوا كل كوب، وهذا ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعجبكم. ما قلت لكم هذا شكل النهائي، شفتوا يعني كل، يعني انصح اخواتي انه سووه بالبيت، لان شفتوا مواده هي فقط سمسم وزيت مو اكثر. انه انصحكم تسووا داخل البيت، ما تشتروا من برا، لان برا ما تعرفون شنو هم اللي حاطوا اياه. اكو مرات يخبطوا حتى طحين او يخبطوا نشا او اي نوع ماده، بس هذا مثل ما شفتوا قدامكم فقط سمسم وزيت. وتدرون هسه بالشتاء استخداماتها كلش هوايه، ومو بس بالشتاء، قلت لكم مع المقبلات او مع التتبيلات مع هوايه امور. فهنا خليتكم اياه ويا التمر حتى هما راويكم شكله شلون صار. وها هسه تشوفوها من البيضكم. ويا ريت لا تنسون اللايك، واللي ما مشترك بقناتي يشترك بقناتي، ويا ريت هم شاركون الفيديو مع الاصدقاء، تعم الفائده مات للجميع. وان شاء الله يا رب ينال اعجابكم هذا الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. مع السلامة.